وما أجمل الوفاء، ما أروع الأدب وما أجمل الوفاء، ما أسعد هذه النظرة وأنا أنظر إلى طالب من طلابنا يرى أبا من آبائنا الكبار واقفا فيقوم من مكانه ليجلسه في المسجد أو في وسيلة من وسائل المواصلات. ما أروع أن أرى شابا من شبابنا في العمرة والحج يرى شيخا كبيرا مسنا لا يقدر على حمل حقيبته فيسرع الشاب إليه ليحمل عنه حقيبته. ما أروع أن أرى بنتا من بناتنا ترى أما كبيرة تتهادى لا تقوى على المشي ولا تقدر على حمل حقيبتها وأغراضها فتسرع الفتاة لتحمل لها أغراضها وحقيبتها. هذا هو الخير، هذا هو الأدب، هذا هو الفضل. ولا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا أهل الفضل، ولا تنكر لأهل الفضل إلا أهل اللؤم. فإذا أنت أكرمت الكريم ملكته، وإذا أنت أكرمت اللئيم تمرده، فالذي يتمرد وينسى الفضل لأهل الفضل هو اللئيم، والذي يعرف الفضل لأهل الفضل هو صاحب الفضل وهو الكريم. أسأل الله أن يرزقني وإياكم الأدب، وأن لا أخلى عني ولا عنكم أبدا ثوب الأدب. يقول النبي لأبي بكر: يا أبا بكر هل لا تركته حتى نأتيه؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه: هو أولى أن يأتيك يا رسول الله، هو أولى أن يأتيك يا رسول الله. فأسلم أبو قحافة وبايع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ويعني في رواية في سندها ضعف أن النبي صلى الله عليه وسلم هنأ أبا بكر بإسلام أبيه، ثم أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغير من شعره، وقال: غيروا هذا من شعره، غيروا هذا من شعره، يعني خضبوا هذا الشعر بالحناء ولا تتركوه كالثغامة، أي بهذا اللون الأبيض، فمن السنة التخضيب. أما والدة الصديق رضي الله عنه فهي سلمى بنت صخر ابن عمرو ابن كعب ابن سعد ابن تيم، وكانت تكنى أمه بأم الخير، كانت تكنى أم أبي بكر سلمى بنت صخر بأم الخير. وأسلمت مبكرا مع أبي بكر، يعني أسلمت بعد إسلام الصديق رضي الله عنه، وربما أتحدث عن ذلك إن شاء الله تعالى وأنا أتحدث عن صور الابتلاء والتعذيب التي تعرض لها أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. أما زوجات أبي بكر باختصار، تزوج الصديق أربعا من النساء رضي الله عنه، تزوج أربع نسوة. الأولى خلي بالك قتيلة بنت عبد العزة ابن أسعد ابن جابر ابن مالك، وهي والدة عبد الله بن أبي بكر وأسماء. أن مش كل أولاد الصديق الذين تعرفونهم من زوجة واحدة، أم رومان بنت عامر، أسماء بنت عميس، حبيبة بنت خارجة ابن زيد. أما أولاد أبي بكر رضي الله عنه: عبد الرحمن ابن أبي بكر، وعبد الله ابن أبي بكر، ومحمد ابن أبي بكر. هؤلاء أولاده من الذكور، عبد الرحمن وعبد الله ومحمد. أما أولاده من البنات: أسماء بنت أبي بكر، وكانت أكبر من عائشة رضي الله عنهن، وأم المؤمنين عائشة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأم كلثوم بنت أبي بكر رضي الله عنها أيضا. هذه أسرة الصديق، هذا هو أبوه وهذه أمه وهؤلاء نساؤه وهؤلاء أولاده. وإن شاء الله تعالى أواصل الحديث في الأسبوع القادم مع الصفات الخلقية والمكانة العلية التي تبوأها أبو بكر الصديق في الجاهلية قبل الإسلام.